يلا الاخوان 10 ناقص 5 شحال؟ 6 6 6 6 وليدي دابا نخليك تجاوب انت يلا جاوب شحال؟ كتب حلي تما انت شحال 10 ناقص 5 غادي تبين انت 10 ناقص 5 شحال؟ 7 كون باك مسحك في شي كلينيكس ديك الليله ولا خرجنا مخلوق بحالك انت اندبندنت وومن 10 ناقص 5 شحال؟ كسرونه كتقول لك وزينتك كيطفي 6 6 يلا جاوب اولدي 17 وفضحنا بالغوات والثقه في النفس خرجت ما تخاز ما تخاز اخوان ولد المدير الزوين البوكوس المقدم غادي يجاوب يلا جاوب اولدي 51 هي ولدي عندك الحق ولكن كاين غلط صغير اما هو استاذ انك ولد المدير كل ما كنتيش ولد المدير لاحظتي نوريه الحل ديال العمليه ولدي ولدي انت مول القلم علاش بعدا اولا هز القلم انا كنهز القلم باش نقرا ونكبر ونعاون بابا ولدي داك القلم خشيف لا الدروس ديالك ما كنتيش عارف 10 ناقص 5 شحال تساوي بصح قربتي ها فاش باك يشريك شي حاجه الوليد عافاك شري لي شي تلفازه ولدي واخا هاك كي جاتك التلفازه الوليد خدمت عجبني ايوا مزيان مزيان داكشي اللي بغينا الو الو كي دايره التلفازه ياك يلا خليتيها الوليد وقلت لك راه مزيان عجبتني شكرا ايوا مزيان مزيان اجيك ما كدير بالتلفازه شي حاجه خير لا طفيها دابا راه كنهضر في واتساب هو دير بالتلفازه دير بالتلفازه نبقاو نضيعوا فلوسنا ندير واتساب بالتلفازه دير بالتلفازه نبقاو نضيعوا فلوسنا صافي صافي واخا غنديرها في التلفازه نشوف شي حل سحري وندير واتساب بالتلفازه هيا هيا طفي عليا الضو تقضي عليه الضونا واخا غادي نطفي الضو نطفي حتى التلفازه كاع شعل التلفازه شعل التلفازه ينعل تتمليك علي ولدي اش كدير؟ ولدي ما صحابنيش تمشي تفرج في هذا الشيء علاش ولدي علاش اش ناقص كيك عندك تلفازه كيفاش التلفازه اش بغيتيني ندير معاك صدمتيني ولدي والله والله الا حشمت منك الوالد طيب بعدا دير التلفازه تعطيك داك الشيء كبير تمام امك ما خرجتيش تبي ليا مات البنات انا كنخرج من هاد الدار مالك كتبكي والديا ما قالوا لي صباح الخير وما قالوا ليش بلي كيبغيوني 15 مره في النهار لا لا صاحبتي ما تقلقيش اجي عندي نديرك فوق راسي دراري كلية داك ولد الهم كيفاش باك باقي صابر عليك في الدار حتى لدابا علاش كتقول بحال هكا واش انت مسخوط الوالدين مدخل عليهم بنت فقيه للدار هذيك الدار ماشي غير جبتي لها السخط جبتي لها اللعنه الالهيه لديك الدار واخا الشيطان غير الشيطان الله ينعلو واخا هادي دوزناها نهار ديتي الدجاجه للروضه تقرا ودخلتي خوك الصغير الفران يتحمر اغا ما كنتش مركز وصافي اصلا هما راه سمحوا لي على داكشي كامل اها وعلاش جري عليك في هاد الليل جري عليا حيت بدلت لي الفازلين اللي كاين البيت نعاس بكل سبيسيال لعنة امون عليكم وعلاش هادشي؟ وباش نضمن بلي راه ما عمرهم ما غادي يتفارقوا دابا واخا تجيب ليمون ولا لا تفارقوا فاش كتنعس انت وعشيرك في بيت وحده يلا الصاد صبح على خير يلا الصاد بون ابيتي غير انا كنو فيا شويه ديال ليكاس ايوا معليش معليش وكتلحنا من الفوق شميتي شي ريحه في حزق ويقول شكون شنو واش نخلي السم في ذاتي خويا راه راه مستحيل هادشي راه ما يمكنش شوف راه غاميك ميك راه ما من نهرو فو يا صاحبي على ريحه فيها تقول اشار بلاصي الله يحفظك السلام الله اخويا مروان واخا تكون كتخرف البيت اوف خصني نمشي للطبيب انا راه مريض ويلا انت مريض انا راه مريض كثار منك لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه اه يا شهاده شي مضحك نعم اختي نقدر نشرب شويه ها واخا ولكن من البعيد واخا شكرا بشويه 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 لا لا بشويه بشويه لا 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 خنزتي لي قرعتي تفزال ما شربت الصاد شي جغيم هاك اصاحبي الله يحفظك الصاد قول لي من جبتي هذا الماء من واحد البركاسه هنا لا لا سمح لي الصاد ما نقدرش نشرب ما بحال انا مالك اصاحبي كتعيب بحال شي نفيسه نقي بزاف اصاحبي سير وسخو عاد شرب شرب اصاحبي راه هذاك راه ماشي ماء اصلا راه غابول ديال الكلاب خلعتيني لا لا سمحي لي اختي ما نقدرش نثق فيها وجهها فيه الشر بصح انا ما ارتحيت لهاش ما ارتحيت لوش كاع ما نقدرش نثق فيها ابدا قلت لك اخالي هندي الغريب اللي تلاقيته بالصدفه في تيندر هذا هو السر اللي يقدر يقضي لي على حياتي قول لي ما كتفهمش العربيه يا ما علينا نعاود لك الاسرار ديال صحابي شتي انت ما تزيديش دوي معايا والله ما نسمح ولا صاحبتي لعني الشيطان والله ما نسمح لها شافت لي في صاحبي صاد ما بنتلكش واحد صاحبتي هذيك راه تزوجتها هكا وعارفه صاحبتي زعما واخا هذه سيمانه طلعت للسطح وانا نشوفها كتنشر وتزوجتها هانيه هانيه معليش الصاد انت هي المدام كتصوني المدام على انت امتى تزوجتي البارح دزت حدا داركم وبانت لي امك كتصيح هادشي كيضر اخيرا شريت احدث نظام ديال الذكاء الاصطناعي هاي روبوت اهلا انا روبوت ذكاؤك الاصطناعي واش تقدر تقول لي درجه الحراره ديال اليوم واش بغيتيني نجاوبك كذكر خيار واحد كانثى
خيار 2 ك شيء آخر خيار 3 واخا بدا لي بالجواب ديال الذكر. درجة حرارة اليوم 25 سيليسيوس. ناضي بدا لي بالجواب ديال الأولى. بدا لي بالجواب ديال الأولى. وين أمالك ما كتجاوبش؟ مخصمة معاك والله وين ثانيت كون كنتي مهتم كون عرفتي الراس. انا ديما اللي خاصني نصوني ونهضر معاك. انا ديما اللي خاصني نصيفط الميساج الاول. انا اللي مدير هذه التراس. انا اللي درت الشال بوجعره. شي نهار غنهز رقائق الالكترونيه ونمشي ما تعرفني واش خدامه بالطاقه الشمسيه. بحال شي خدام في الدار كلشي على ظهري. انا اللي دارت. كاينه طريقه وحده. اهو درجه الحراره 25 سيليسيوس حبيبي. يلاه جاوبني بطريقه شيء اخر. ويلي 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 البنات صافي حبيبي صافي مابقيتش باغي نعرف. لكعك هذه المره الثانيه ولا ندير هذه ثاني. نبقاو في التبريز خصنا نجمعوا راسنا ونتجمعوا تحت سقفين وحيدين. والله الا وليت نفكر خصنا نتجمعوا في الحلال ان شاء الله. الزواج قاد عليه. انا قادر عليه. كيفاش؟ قادر نكون اسره معاك. ديالو لقيت خصني نخرج ولكن نخرج بشويه حيت الشارع عنده ديت. غيخرج؟ لا 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 في الغادي انت ترى ما نكرهش نكشك ندخلك القلب نحبسك فيه. مليون حبستي حتى هي بقات حبسنا في دار وحده. وسادة هاني جيت. Only you. وسادة اش كديري كتخونيني؟ خلاص 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 عطيت كل شيء قدرت لك كاع اللي بغيتي حتى من البوزيسيون ديالي كدرناها. بلال اجي تغدى. الأغنية بابا بغيت نعترف لك بواحد الحاجه. انا كنت حملت واحد البنت. ولدي واش تاكلها بوحدك؟ ذوقنا شويه. بغيت نقول لك انت درتي هذا الشيء. كنا مسافرين في لاشونشيليجي ما كنصدقش هذا الشيء اللي كتشوفوا ادوناي. المهم ولدي غادي تمشي طير تجيب هذه البنت جيبها لهنا نشوفوها اللي هو غادي نزوجكم ندير لكم عرس غير ب 50 مليون باش تعلم. واحد درهم كانت هنا نكملوا فلوس كار. الولي بغيت نعترف لك واحد المعترف. قولش لا باقيش. حملت واحد البنت. ايوا بصحه. واش بغيتي انا ندير لك؟ انا قابله نمشي نولدها. زعما قلنا تزوج ولدك. ولدي راه الا بكينا على هاد الحزقه راه انا نقدر نطلق امك. ما تعصبنيش اولدي ولا غادي نضربك. بابا دريتيني. امشي في حالاتي من هاد الدار. امشي لدار با موت يا عدو والله. ما قصحتينيش اصلا. بابا نقدر نقول لك واحد الحاجه؟ واخا قولي بنتي. صراحه واحد الدري دار لي شرف. عرفتي شنو غنقول لك؟ واحد الكلمه ما عمري ما قلتها لك بنتي. اوف عليك. بابا بغيت نعاود لك واحد الحاجه. انا كنعرف واحد الولد. الطوموبيل مليح خويا. عافاك شحال دايره الطوموبيل؟ دوز اخويا بريف. خويا راه كنهضر معاك اصلا بريفي. انا بريفي اكثر من هاك. ايوا صونيل صونيل. خان صونيل. الو وي خويا. وي خويا شحال داير ديك الطوموبيل؟ دوز دوز بريفي. راه مصوني لك ابيل هنا بريفي اكثر من هكا. واش نجي لداركم؟ اجي اجي وجيب معاك البنات. السلام عليكم. لاباس. وشحال داير ديك الطوموبيل؟ وي جي 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 تحت الملاياش. واخا قول لي بعدا شحال داير ديك الطوموبيل؟ اسمح لي يا اخي ما قدتش نقول لك دوز بريفي. حتى انا بريفي راه وجهي في وجهك. ورا شبيس. بغيت نقول لك ما تناسبليش مع اختي. واخا الف هنيه وي مباركه مسعوده مولاي السلطان. راك خديتي المليح. نعم ابا. الله يجعلها ليله مباركه مسعوده. قول لي بعد الزواج حنا فيه واش حد دايره ديك الطوموبيل؟ حتى تسالي بخيفي وندوزو بخيفي. وا صاحبي الواحد هو اللي يتزوج. ايوا سيدي بصحه. قول لي بعد شحال دايره ديك الطوموبيل؟ لا لا ديك الطوموبيل راه باعتها شحال هادي.